حاتم انت شو يسوي؟ روح روح انت ما في كلام. انت شنو يريد؟ انا افتح هذا المخزن، شيل هذا السمان، حط داخل هذا السياره. انت في مشكل؟ انا قيس ايد مال انت، قسريل مال انت، ما يشيل سمان مال ارباب. امين تو مرقيا، انت في موت. انا في موت، انت في موت، سمان مال ارباب ما في موت. سمان انا شيل، انا شيل سمان، ما يشيل سمان. شيل الخبر غيرك انت يا عمور، ما عندي حد متضارب يرص الشعب. اقول لك يا صدق دقهرامات في الشارع تقول زافين معرس. قلت بعد سهران انت بطالي اكيد بيب ثمواعي. لا 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 الصدق انا مستانسب علشان خاطري، انا عشان خاطر ابوي هالفقير المسكين يستاهل يسمع خبر طيب. الصدق مفشل لنا في كل مكان. لا لا ما عليك ما عليك بتغير. لا 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 مروان الاولي انساه، بتشوف ان شاء الله مروان جديد. بيني وبينك انا وعدت اخوي مانع اني اتغير ولازم اتغير. خلاص عاد اللي فات مات ابوي، اهم شيء اني ارفع راسي وراس ابوي بعد. ها بعد هرد. هذا ليران شو يسوي في حجرتي؟ منو هذا اللي حارق التليفون هالوقت؟ أربعة ونص الفجر. يا الله نارو. السلام عليك أخوي. وعليكم السلام. سامحنا على الإزعاج. لا ولا يهمك، ما فيها إزعاج أخوي، بس عفوا منو معي؟ نحن الشرطة طال عمرك. الشرطة؟ أنت بيت الداقوس؟ إن شاء الله إن شاء الله. لا لا أنا ولده إن شاء الله، بس خليك دقيقة دقيقة معاي بس. أبوي أمي أبوي أمي. ها ناصر شو مستبي؟ أوعي أبوي أبينش يرد على تليفوني، ناسنا في حجرتي. حرق يحرق التليفون بلاك يا ابوي، روحتني شلعت قلبي من اشلع الشلعات. شن ساعة كم الحين؟ ما اسمعك ابوي شو تقول؟ ساعة كم الحين؟ ساعة كم؟ الساعة أربعة ونص يا ابوي، افتح الباب بسرعة ورد على تليفونك، الشرطة يبونك. ها؟ الشرطة؟ شو يبون الشرطة؟ لا يكون هاشم سار المزرعة وما حصلني وصار بلغ علي الشرطة، وابي الشرطة مرة واحدة، شرطة؟ ها؟ ها؟ اي والله شرطة. اقول اغير صوتي ولا اخلي نفس صوتي ولا اقول لهم انا مهاجر الى العين ارمسهم يعني؟ لا 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 لا. الو انت عبيد الداغوس؟ نعم نعم انا عبيد الداغوس. خير يا اخوي شو مستوي؟ عمالك اللي في المزرعة متضاربين وموجودين معانا في المركز. ها عمال المزرعة متضاربين؟ يا اخوي عساهم ان شاء الله ما ردوا. الموضوع مش بسيط، في مجموعة معانا في المركز وفي أربعة في المستشفى. أوف 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 أوف، حد منهم في المستشفى ومتعور ومتكسح؟ هذه حرب من أحرب الحروب. طيب لو تكرمت ممكن تينا المركز؟ يا أخوي ما أقدر أجي الحين، تعرف تحي الساعة كم؟ أربعة ونص. إذا بي متى بخلص؟ بعدين أنا ريال علي دوام من أدوم الدوامات، ما هو بيكم بسير دوام عقب بيكم. يا أخوي أقول لك اللي موجودين في المستشفى طايحين ومتكسرين. زين بارك الله فيك، العمال اللي في المستشفى ترى بيتعالجون اللي بتكسر ولا بيعالجون، الله يخلي وزارة الصحة يعني ما مقصرة. واللي ترى عندكم بتو في الشرطة
خلوا ابوي في الحبس الله يخلي وزاره الداخليه، وانا ان شاء الله بسير الدوام ببصم وبين ان شاء الله. طيب ما علي اخوي، نحن في انتظارك ان شاء الله بعد ما تخلص دوامك. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. هذا تليفونك يا ابوي. ايه تليفونك. لا قولوا ابوي، تليفونك شو يسوي عندي في الغرفه؟ سار يشحن نفسه وبيرجع، ولا تزحلق مني ودش حجرتك. صدق انك دمت فيج بيت دخيلك. لا تروعيني روعه، روحي متروعه روعه. قول شنو يسوي تلفون داخل غرفه؟ ها وبعدين ليش الشرطه سوي تليفون؟ تراي سمعتي المكالمه كلها وانتي واقفه، ورفجت الشرطه والمرور والامن الجنائي. لا خليش تكملين رقادك اليوم في الصاله. يلا شوف، يلا تعال حجرتك وانت على الصاله. يلا يلا شوف يلا. الله فكه من وجهك ومن سكيرك، ما لا تليتش.